إذن مشاهدينا، أقلعت طائرة ترامب الرئاسية من قاعدة أندروز الجوية بميرلاند وعلى متنها الرئيس والسيدة الأولى ميلينيا وابنته إيفانكا وزوج ابنته جاريد كوشنر، إضافة إلى مجموعة من كبار المستشارين والصحفيين الذين يقومون بتغطية الرحلة. ونذكر مشاهدينا بأن هذه الصور تأتيكم مباشرة من قاعة الشرف في مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، حيث استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.